طيب خلينا نتكلم على المباريات المتبقيه بالنسبه للاهلي والزمالك في بطوله الدوري. تمام، اربع مباريات لكل فريق، فخليني اقول لكم الماتشات المتبقيه. نبتدي يعني بالاهلي، مباراه طلائع الجيش يوم الثلاث. المباريات بالمناسبه كلها هتكون في نفس التوقيت بالنسبه للاهلي والزمالك، خلاص الفتره اللي جايه كل الماتشات في نفس التوقيت، وبالنسبه كمان لكل الفرق تقريبا، لان يعني في مباريات هتبقى في توقيت ومباريات الاهلي والزمالك في توقيت لوحده، ده بسبب يعني اللي بينافس على البقاء في بطوله الدوري واللي بينافس على قمه الدوري والبطوله نفسها. فالاهلي يوم الثلاث الجاي عنده طلائع الجيش، ماتش صعب على استاد الجيش بالسويس، يعني هتسافر السويس. بقى النهارده الاهلي بالمناسبه اجازه ويستأنف تدريباته، بكره يخلص على يطلع على السويس عشان المعسكر بتاع الماتش باذن الله. هتخلص يوم الثلاث طلائع الجيش، بعد كده تروح فين بقى؟ تروح اسكندريه تلاعب المصري يوم الجمعه. ماتش صعب ولا سهل؟ طبعا صعب جدا جدا يعني. في اسكندريه، ادي سفريه في الثانيه. في الثالثه اللي هي بعد اسكندريه هتروح على فين؟ على الجونه. هتلاعب الجونه في الجونه على استاد خالد بشار. تمام؟ ادي ثالث ماتش. رابع ماتش مع اسوان، ده على استاد الاهلي والسلام بقى تختم بيه بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله تكون بطله باذن الله. مفيش حاجه بعيد عن المولى عز وجل وكل شيء وارد في كره القدم. ده فيما يتعلق بمباريات الاهلي. طبعا اسوان ده ايه؟ بينافس على البقاء في بطوله الدوري، فهتبقى ايضا مباراه صعبه. فالاربع ماتشات للاهلي صعبين جدا. تعال بقى نشوف ايه الاربع ماتشات بتوع الزمالك. الزمالك هيلعب يوم الثلاث برضو مع وادي دجله. انا بشوف من وجهه نظري انه ماتش سهل جدا. هتقول لي يا عم ازاي؟ ما دجله بتنافس على البقاء في بطوله الدوري وموقفها صعب، فمحتاجه تكسب. حلو قوي، محتاجه تكسب. يبقى هتعمل ايه؟ يبقى هتهاجم. هتهاجم يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هيبقى خطوط مفتوحه، وده اللي بيحتاجه واللي بيتمناه اي فريق كبير في الدنيا. فانا بشوف ان المباراه دي هتكون سهله بالنسبه للزمالك. هتيجي على مباراة سيراميكا. سيراميكا إلى حد ما موقفه خلاص حسم في بخصوص البقاء في بطولة الدوري إلى حد ما يعني. مباراة هتكون على استاد السويس الجديد. بعد كده الزمالك هيلعب الإنتاج الحربي في استاد القاهرة، هيكون موقفه اتحسم نهائي بخصوص البقاء من عدمه، هو أقرب للهبوط، فهتبقى مباراة أيضا سهلة. المباراة الأخيرة مع البنك الأهلي على استاد بترو سبورت، ايضا هتكون مباراه سهله بكل تاكيد، لان هيكون الموقف ساعتها اتحسم ايضا بالنسبه للبنك الاهلي بخصوص سواء البقاء او الهبوط. فادي مباريات الفرقتين فيما تبقى من بطوله الدوري والمنافسه القويه على هذا اللقب. طيب خلينا بقى نتكلم على جانب ايجابي مميز جدا وفيما يتعلق بلاعب النادي الاهلي علي معلول. علي معلول في الحقيقه عامل أداء مميز. خلي بالك رغم إن هو في الفترة دي مش في قمة مستواه، لكن في الحقيقة بيحسم أهداف ومباريات.